السلام عليكم. النهاردة هنشرح موقع أقوى، يعني يعتبر من المواقع اللي هي يعني فيها أسعار الهواتف، أسعار منخفضة جدا. الأسعار منخفضة زي ما انتم شايفين، في طبعا دي الاسعار العالية، انما في اسعار تانية. لو احنا دخلنا على من هنا كده اندرويد، الموقع يعني في اسعار وفي اوفر، يعني بيبقى مدي اوفر للعملاء يعني بسعر قليل جدا. يعني في اهو هاتف ب 59 دولار فاصل 49 سنت و 3% اوفر، يعني 3% اوفر، يعني تخفيض 59 دولار برضو. في موبايلات اقل من كده، في موبايلات اقل من كده بكتير. الموقع طبعا هتلاقوه اسفل الفيديو الرابط بتاعه، في هنا موبايل ب 52 دولار، هواتف كلها هواتف 52 دولار. يعني من المواقع اللي هي يعني في هواتف بأسعار قليلة جدا، يعني تكاد تكون مش موجودة في السوق أو في المواقع اللي هي التانية. يعتبر موقع جامد، من فعلا هو من المواقع اللي هي بتنزل جدا في السعر اللي هو الهواتف. ارجو انكم تجربوا الموقع ده، لان الموقع ده فعلا من المواقع اللي هي بتنزل الاسعار جدا. في هنا هواتف 46 دولار، يعني اسعار قليلة جدا في السوق. ارجو انكم تجربوه، وارجو يكون الشرح عجبكم.